فيق فيق صاحبي، فيق بزاف ماشي شويه، حيت تنقولوا فيق شويه صاحبي مي ما بقاتش خدامه، دابا اصبحت اجباري انك تفيق بزاف، ما عندكش خيار اخر، ما عندكش حتى شي خيار اخر من غير انك تفيق بزاف. باش نقول لك اليوم كاين بزاف ديال الحقائق اللي صادمه والروينه اللي نادى مؤخرا راكم شفتوها ديال وزير العدل اللي باغي يدخل تريكتو كامله في المحاماه وكيزور السن ديال ولد عمتو. المهم روينه كامله نايضه. هاد الشيء الا ما دلش علاش كيدل هاد الشيء، اشنو تيبين لك؟ بانه خاصك دير في بالك غرافيها غرافيها بان الدوله والحكومه راه ما مهتمينش بيك. انت اليوم اللي كتقرا حيت خاصك تقرا بطبيعه الحال، خاصك تقرا وخاصك تحصل على واحد الشهاده في واحد المجال معين. دير في بالك بانه هذاك الشيء اللي غادي تقرا وداك الشيء اللي غادي تحصل عليه في الاخير راه الدوله موجده لك والو، من بعد ما مفرش لك حتى شي حاجه، راه ماشي غادي تسالي يقولوا خديتي الاجازه اجي، انت غادي تدخل هنا ان شاء الله غادي تدوز هاد ستاج، ومن بعد حنا كنجيبوا شركات مستثمرين من خارج المغرب باش يوجدوا الشباب ديالنا، باش الناس ان شاء الله اللي قراو الطلبه اللي قراو ما يضيعوش، ما يكونش عندنا الشاب العاطل. هادشي ما كاينش، الدوله ما كتهتمش بهذا الجانب بتاتا. نسبه قليله هاد الناس اللي كيخدموا والنسبه الكبيره جدا راه عاطل. هادشي تنقولوا لك انا علاش، راه ماشي باش نديمونتيفيك باش نكسراك باش تحقد على البلاد، لا لا لا، بعد مرات حنا تنكونوا معولين على شي واحد كتكون عوال عليه وفي الاخر تيزلقك تيقولبك ما داك البلان اللي كنتي مدير معاه صافي، شي في الاخر كتولي تدور ليه في التليفون ما تيجاوبش، ولا خلاك بلاكا، ولا كنتي بعد لعبير ماتش مع الدراري شي واحد قولبكم بقيتو ناقصين. بحال هذا المثال، هذا مثال بسيط، يعني الدوله ما تجيش ودير لك انت هذا القالب وتخليك حتى تسالي في الاخر وتقول واه تقولبت ايه ودابا شنو غندير، شحال تقاتلت وكن فاليدي وباغي ننجح، شنو غادي ندير دابا من بعد؟ كاين والو. انا ما تنقولش ما تقراش، ما تنقولش ما تمشيش لافاك، ما تنقولش لك ما ديرش هادي وهادي، لا دير داكشي، ولكن الا كنتي غادي في واحد المستوى ثابت، هاد المستوى ثابت، هذاك المستوى الثابت اليوم ما بقاش كافيك، ما بقاش كافيك، اليوم اصبح اجباريا عليك انك تدوز للمستوى اللي من بعده. الا كان عندك نقص في اللغات مثلا وانت برك تصنت لي الاغاني وليو يعني عوض باش تسمع لي بودكاست، وعندك مثلا نقص في الشخصيه ديالك بزاف الحوايج، الناس ما كيحترموكش ما كيقدروكش، ولا كتحس بقيمتك ناقصه في المجتمع، ما كتقدرش ما لقيتش ما عرفتيش كيفاش تفرض راسك، ما عرفتيش كيفاش تكسب هادي تكسب هادي، وباقي ما غادي في فيسبوك وكتطلع في لي فيديو اللي بان لك هذا الضحك هذا شي تخربيقه كتفرج فيه وما عارفش شنو الحوايج المهمين اللي خصك تعرف اليوم هو شنو تيروج في المحيط ديالك، خصك تعرفه. مثلا هاد الاخبار اللي قلنا دابا غادي تمكنك باش انك تسلح راسك من بعد وتعرف الواقع شنو فيه، ماشي حوايج اللي تافهه غير تخربيق وما كتاخذ منها حتى شي حاجه، ما تعرف لا انت فين عايش لا شنو واقع لا داك المجال اللي غادي فيه انت مثلا ما متبعش داكشي اللي كتقرا انت واش باش تولي فيه متميز وتولي فيه واعر. هكا للاسف للاسف انا علاش قلت لك هادو حقائق وخصك تعرفهم باش في الاخير ما توقعش لك شي صدمه وما تفاجئش. الدوله ما مفرشاش لك النوار في الاخير، الطريق ما مقادهاش لك، انت خصك تقادها راسك. اليوم اصبح اجبار عليك انك تبقى تقلب على المنح باش تاخذ تجربه من خارج المغرب، باش انك تقدر تخرج المغرب تاخذ تجربه وتعاود سواء رجعتي للمغرب ولا ما رجعتيش، المهم انه اللي بقيتي محتكر غير على ديك القرايه ديالك وداكشي البسيط اللي غادي فيه في الاخير غادي تلقى راسك ما بين الحقبه الكبيره اللي كبيره بزاف واللي ضائعه للاسف. هذا هو الشيء اللي ما تقدرش تغيره، والا خاصك تكون قراي ديال بصح، تكون قراي وكتجيب النقاط. علاش؟ حيت الا كنتي قراي وكتجيب النقاط في الاخير حتى الا كان شي كونكور مثلا وناضو دخلوا فلان وهذا دخل عائلته وهذا دار هادي ودار هكا، انت الا بغيتي تحتاج عندك الدليل وعندك الوثائق، عندك الحجه وعندك الدليل. ما الا كنتي في حالك في حال هذاك اللي دخلوه راه ما كاينش شي فرق، الا كنتي انت متميز عليه عندك الحق باش انك تدافع وتوقف وسميتو، مي الا كنتي انت بحالك في حالو راه ما كاينلاش، دخلوه هو ودخلوك انت راه سي لا ميم شوز، ما كاين حتى شي فرق. اذا خاصك تكون قراي كتجيب النقاط باش يكونوا لي كونكور دوز فيهم بعدا، واخا يدخلوا فلان حتى انت غادي تدوز بزز منهم، ولا ما دخلوك غتنوض تناضل، ما تكونش ظريف، وهذه حاجه واحده اخرى تي خاصك ديرها في بالك، ما تكونش ظريف بزاف، كون ظريف مع الناس ولكن اي حاجه ما خصكش اكزاجيري فيها، ما تكونش ظريف اكثر من القياس.
الا كان تيضريه في اكثر من القياس استاذ ضيعك في النقطه ديالك، ما غاديش تنوض تحضر. واحيانا هذيك الشويه الا كنت متاكد انت دوزتي واحد الامتحان والاستاذ ضيعك فيه وما نطيتش هضرتي وما ناضلتيش، تقدر في الاخير هذاك الفاصل ديال هذيك النقطه اللي بسبب الاستاذ ديالك تقدر ما تخليكش انك تدوز واحد الكونكور ولا انك تقبل في واحد المنحه ولا انك تدوز لهذه وهذه. شي حاجه ضعتي فيها وقف عليها وهضر عليها، ما تخافش. ولكن كيف ما قلت لك خاصك تكون انت درتي، شكون انت معلم. هادشي اللي كاين. و تحزم وتسلح، لان الواقع هو هذا. والدوله الحكومه راه ما مهتمينش بكم، ما عارفينكش انت فين كاين وما عارفينكش غادي ولا شي حاجه. ولهذا هذاك الشيء خاصك تفكر فيه نتايا. اليوم راه كاين جوج الناس اللي كيبغوا الخير ليك، كاين راسك انت وكاين والديك، راه خوتك كاع خوتك كيقدروا يحسدوك، صحابك حتى هما. وللاسف هذا هو الواقع ديال تنقول لك ولا طبيعه ديال الانسان. صاحبك الا شفتيه مثلا وصل لهادي ولا هذا، راه كتحس بواحد ديموتيفاسيون، كان غير معايا هو وصل انا ما وصلش للاسف. وبغي الخير الناس و باش نقول لك عاونهم، طور راسك، حاول انت تساعدهم الا لقيتي كيفاش هما باش يطوروا راسهم. علاش؟ حيت في الاخير حيت البلاد ديالنا حنا كانت زوينه وكان كلشي بخير وعلى خير، كلشي غادي يمشي مزيان الحمد لله. حتى انت غادي تكون عايش مع ناس مزيانين، حيت حتى انت براسك الا كنتي انت زوين وعايش وسط ناس كاملين خايبين غادي تكون تعرض لبعض المشاكل. الا كنتي انت واعي وعايش وسط الجهل، هذوك الناس مثلا اللي جاهلين غادي يسبوا لك مشاكل، تقدر تكون غادي في الطريق هكا واحد جاهل غادي يسبب لك مشكل. ولهذا بغي الخير لراسك وبغي الخير حتى لهم في المول عايش فيه نتايا الا بغيتي تعيش مزيان. هادشي اللي كاين.